كامبريدج اي سي تي 24 مارش بيبر 31 ويب اوثر. You have been supplied with the following source files, Adibanar, CALC, Distance, كل الحاجات ده هيت اهي ادي السورس فايلز موجود. والله الفايل مانجمنت بتاعت المسألة دي متعب شوية. يعني أول مرة يجي بالشكل ده، فإيه نبقى حريصين هنعمل سيف إيه وسيف أز إيه وكل هذه الأشياء. طيب تاسك 1 evidence زي كل مرة create a new word process document هنسميه ايه M24 evidence underscore center number underscore candidate number. يبقى ادي هنا source files، ادي right click ونيو، وبعد كده مايكروسوفت وورد ماشي هسميها M24 evidence underscore M24 evidence underscore center number underscore candidate number. تمام، نكتب بقى الديتيلز بتاعتنا في الهيدر. يبقى ادي من هنا insert وبعدين header، وادي هنا blank header بحط details EG007001 ونعمل سيف ونركن الافيدنس ده. بقى ايه هنعوز؟ كل مسألة الويب اوثرنج بتتلم في الافيدنس. You will use this as your evidence document during the examination. لا فيها evidence 1 ولا فيها step 1، هنحط الحاجات كده ما بيبقوش كتير. طيب task 2 image editing، يعني هيبقى فيها فوتوشوب او بيكتشر مانجر، وفايل مانجمنت اللي هو كوبي وبيست وفولدر وما اعرفش ايه. تمام، طيب create a new folder called March 24. تعالى بقى نعمل بالظبط as instructed لان اول مره تيجي بالاسلوب ده. هتروح انت جاي لي على الديسك توب، ادي هنا الفولدر الاصلي اللي هو بتاع الايه السورس فايلز. هتروح جاي هنا عامل رايت كليك ونيو وفولدر اسمه 24 مارش، ادي 24 مارش. ماشي يا شباب اهو، يبقى create a new folder called March 24. انا كتبتها العكس، يبقى ادي هنا نعمل لانه هيبان في السكرين شوت. يبقى ادي هنا مارش 24 ماشي، الفولدر اسمه مارش 24 ماشي. بس كان دايما بقى بعدها بيقول لي كوبي اند بيست. الله، ما قاليش كوبي اند بيست، هنا كوبي اند بيست. طيب تعالى نمشي زي المسألة بالظبط، هي مسألة مختلفة يعني مش عظيمة. يعني بيقول لك open the image m24 image.png in an editing package. عايز بقى تفتحها فوتوشوب ولا بيكتشر مانجر اي حاجه، ده هما الاثنين سهلين، ده هي التاسك دي صغيره قوي. طيب بس انت هتفتحها من الاصليه ماشي، ادي m24 image ماشي، ادي m24 image، اعمل عليها رايت كليك open with ماشي اوفيس او فوتوشوب. انا شير بوينت ديزاين، افتحها دلوقتي بشير بوينت ديزاين، عاوز اعملها لك بفوتوشوب مش فارق. ادي الصوره رايت كليك اوبن ويز، دي يا شباب اسمها مايكروسوفت بيكتشر مانجر. سيبك من شير بوينت ديزاينر، هتفتحها مايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر. انا بس الايكون عندي مش مكتوبه صح، اسمها مايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر اهو. ادي هنا اتفتحت بمايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر. هو مطلوب ايه ده؟ مطلوب حاجه سهله قوي، ان شاء الله تعملها بالبيت، هتتعمل بالبيت ماشي. اهي الصوره اهي، بيقول لك افليكت فليب ذس ايمج هوريزونتالي سو ذات ذا بالون از اون ذا ليفت اوف ذا ايمج. ادي هنا يا سيدي اديت بيكتشر، وادي هنا روتيت اند فليب، وادي هنا فليب هوريزونتال.
بص البالون بقت الناحية التانية. بس شكرا، بس تعالى بقى خلينا حريصين، هنعمل ايه؟ سيف ذيس نيو ايمج ان يور مارش 24 فولدر. يبقى هتعمل لها سيف اس في فولدر تاني، هتسميها بالون in a suitable format for inclusion in a web page. هسيبها بي ان جي، هسيبها بي ان جي. بأول مرة الامتحان يمشي كده، ادي فايل سيف از، وسيبك بقى من 24 مارش بيبر 3، تروح على الديسك توب وتروح على الفولدر اللي اسمه مارش 24 وتسميها بالون، وتسيبها بورتابل نتورك جرافيكس بي ان جي، مناسبة جدا للويب سايت، وتروح عامل سيف. خلاص بس خلاص كده، يبقى شكرا كده احنا عملنا ايه؟ فوتو اديتنج. دو نوت سيف ما دي الاوريجينال. عايز تعملها بفوتوشوب سهله جدا، اللي هي ايه؟ فليب هوريزونتال وسيف اس. ماشي؟ يبقى انت دلوقتي عندك الفولدر الجديد اللي اسمه مارش 24 في فايل واحد بس. في فايل واحد بس اللي هو بالون. ماشي. لوكيت اونلي، المساله دي ايه؟ بيقول لك لوكيت اونلي ذا فولوينج فايلز اند ستور ذم ان يور مارش 24 فولدر. هتروح جاي بقى على السورس فايلز الاصليه، هتاخد الثلاثه دول بس اونلي. هتاخد بانر، هتاخد ام 24 تكست، هتاخد ام 24 فيديو، بس هما الثلاثه دول. تروح واخدهم رايت كليك كوبي، ورايح في الفولدر بتاع الويب سايت اللي هو مارش 24 رايت كليك بيست. يبقى اصبح في الفولدر الجديد في اربع فايلات، الفايل اللي انت عملت له سيف از، والثلاثه اللي خدتهم كوبي اند بيست. والحوار ده هيتكرر تاني، فانا هشتغل اكروس فولدرز، يا رب الطالب ما يتلخبطش. تمام، حلو قوي. Display the contents of your M24 folder, showing folder name, all file names, file extension, sizes, image dimension, and for and the frame height and frame. يا عم كل ده اعمل view content، عشان كل ده ادي من هنا في الفولدر الجديد، right click view، وادي من هنا content. ال dimensions ما بانتش، ايوه اعمل من هنا maximize، ادي ال dimensions بانت، وادي ده فيديو اهو اهو، وادي الفريم ويدث والفريم هايت، وادي الصوره بالون اللي انت عملت لها سيف از، وادي بانر واخدها كوبي وبيست، ثلاث صور واخدهم كوبي وبيست، وثلاث فايلات كوبي وبيست، واللي انت عامل له ايه؟ سيف از. يلا بقى عايزين سكرين شوت. تيك ا سكرين شوت اوف ذيس فولدر، ميك شور اول ذا ريكوايرد انفورميشن از كليرلي فيزيبل، بليس ذيس سكرين شوت ان يور ايفيدنس دوكيومنت. طيب يبقى ادي هنا يا شباب، ادي سنيبنج تول ونيو. ماشي، هنصور الفولدر نيم، الفولدر نيم والاربع فايلات والدايمنشنز، وادي هنا في الايفيدنس. ما عادش بقى لا في ايفيدنس 1 ولا تاسك 1 ولا اي حاجه، كله على بعضه وخلاص. الايفيدنس بتاع بيبر 3 مش كتير، وكل شويه ادوس على بطن سيف في الايفيدنس. يلا اديك كسبت 3 درجات، حلو قوي. تعالى بقى نعمل الويب سايت. الويب سايت مش صعبة، والستايل شيت مش صعبة، وفيها فيديو، هنعملها كلها إن شاء الله. يبقى تاسك 3 ويب بيج، كرييت ا ويب بيج كول sbs.htm and save this in your March 24 folder. يا ريت نتجنب موضوع ويب سايت والكلام من ده، هنا في المسألة دي مش هينفع خالص. ادي من هنا شير بوينت ديزاين، اول ما بفتح شير بوينت ديزاينر بيطلع لي untitled 1.htm. لو كان في عندك سايت تقول فايل كلوز سايت. انا ان شاء الله بحل مسائلي كلها من غير سايت، واريح لقلبي خالص. هنا untitled 1.htm خليه يا سيدي ايه، خليه ديزاين. طيب مطلوب بقى منك تعمل ايه؟ تعمل فايل سيف از. ما هو عايز اسيف از في المارش 24 فولدر. تعال انبهك لخطأ، دي من هنا فايل سيف از، لو عملت لها سيف هنا هتتحول لويب سايت والدنيا هتلخبط ومش هتعرف تتصلح، لازم تحلها من اول وجديد. كده ما ينفعش خالص. لا، المساله بتقول لك روح على الديسك توب، وروح على الفولدر اللي اسمه مارش 24 وسميها اس بي اس،
بس ما تكتبش دوت اتش تي ام، خليها بدل ما ويب بيج خليها هنا اتش تي ام ال. يبقى الفايل اس بي اس، وادي اتش تي ام ال، وادي مارش 24. واعمل لها بقى سيف، واعمل لها سيف. خلاص يا ابني، يبقى الفايل اسمه ايه؟ اس بي اس دوت اتش تي ام، وجوه الفولدر اللي اسمه مارش 24. خلاص انا شغال صح. The web page must be created using a single table. جات لي كتير. And work in all browser. هو بيكتب لي الكود بس ما تبوظوش وانت بتعمل الفيديو. The table must fit 90% of the browser window. طب الاستراكشر ده بقى كام كولوم كام رو؟ كام كولوم؟ ادي واحد اتنين كولوم. والروز ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. وهيبقى ايه؟ 90% of the browser window. طب اتفضل يا ابني. يبقى ادي من هنا تيبل، انسرت تيبل. احنا قلنا بقى ايه؟ الروز هيبقوا اربعه، الكولومز هيبقوا 2. سبيسيفاي ويث هتخليها 90% سبيسيفاي ويث هتخليها 90% وتدوس اوكي. اهو ماشي. طيب تعالى بقى نعمل المرش ونحط البرسنتجز المطلوبه. بس تعالى الاول اجربك. المساله دي فيها حاجات مختلفه وجديده، مش جديده قوي يعني، بس تعالى ننبه عليها. تعالى نعمل الخطوه دي الاول. انا نفسي اعمل الخطوه دي الاول. الخطوه دي بتقول لك ايه؟ تيبل بوردر ماست ابير اون ذا فاينل بيج. البوردرز دي انا عندي هنا البوردرز انفيزيبل. اي ما انا هخليها تظهر، تخليها تظهر، بس كتابه كود ومش صعبه. مش صعبه كتابه كود. بص يا شباب، خش معايا هنا في الكود، خش هنا في ده، هو شير بوينت ديزاينر بيكتب معايا. خش معايا في الكود، وادي هنا تيبل، ادي تيبل عندي الاي، ودوس سبيس. طيب بقى طلع لك لسته اوف افيلبل اوبشنز. بوردر اعمل عليها دبل كليك، بوردر ايكوال دبل كوتيشن، جوه الدبل كوتيشن ايكوال وا، اكتب 1 او 2، اهي 1 تبقى البوردر ثيكنس 1 بيكسل، ودوس كده على سيف ورجعها تاني. ايوه يا عم البوردرز بقت فيزيبل. حلو، من بدري من بدري، اصل انا البوردرز الانفيزيبل بتبقى ايه يعني، مش مريحه. تعالى نعمل ميرج بقى، تعالى نعمل ميرج. اعمل هايلايت على الاربعه دول، رايت كليك موديفاي ميرج سيلز. هعمل هايلايت على الاربعه دولت، رايت كليك موديفاي ميرج سيلز، وهكتب هنا ايه، وهنا بقى اكتب بي كويس ان البوردرز باينه، وهنا اكتب سي، ما هو سي، وبعدين بي، وبعدين اي. ماشي. وتحط الدايمنشنز المكتوبه بس، ويدث 30% بس. يبقى ادي رايت كليك سيل بروبرتيز سبيسيفاي ويدث ان بيرسنت، وهنا 30. ماشي اهو، لم شويه. وبعدين هنا في بي رايت كليك سيل بروبرتيز سبيسيفاي ويدث ان برسنتج و7. ادي هنا البي رايت كليك تيل بروبرتيز خليتها 70 ان برسنت. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي هنا السي، ادي رايت كليك سيل بروبرتيز، بس دي سبيسيفاي هايت، ادي سبيسيفاي هايت، وادي 10 ان بيرسنت. خليك متذكر ان كله ان بيرسنت. والدي دي هنا رايت كليك سيل بروبرتيز سبيسيفاي هايت 15 ان بيرسنت. خلاص دول مش هنعمل الاي، مش هعمل فيها حاجه، مش هعمل غير المطلوب بس. انا بس اللي عليا بدوس على سيف وببص في الكود، كله بالبرسنت، كله بالبرسنت. انا ماشي الدنيا كده ايه، كله بالبرسنت. ماشي كده يا شباب، حلوة. يبقى أنا عملت كل ده والكلام ده بسبع درجات. خلاص بوردر ماس أبير خليتها بوردر إيكوال 1. الأي بي سي هيتمسح إن شاء الله. حلو، تعال نخش على المسألة. هي المسألة فيها إيه؟ تايتل. عارفين التايتل؟
أول حاجة طالبها سهلة جدا، set the title of the web page to الكلام ده هو. عارف بتعمل إيه؟ بتيجي هنا right click page properties plus والتايتل أهو. أدي هنا اكتب بقى يلا نقلها بقى وخلاص. يلا يبقى ده التايتل يا اخي، ده تايتل اوف ذا ويب بيج، الكلام اللي انا مش عارف اخده كوبي وبيست لان اللي هنا صوره. تمام، يبقى ادي هنا البيج تايتل. تمام، رايت كليك بيج بروبرتيز وادي التايتل اهو ودوس اوكي. يبان بقى في التايتل. طيب بليس ان سيل، بص يا سيدي هتحط في ايه البالون اللي انت سيفتها وفيت ذا ويدث اوف ذا سيل. ماشي سهله، يبقى ادي هنا تروح ماسح الايه وادي من هنا انسرت بيكتشر وتروح ادي هنا في 24 مارش وادي بالون اللي انت سيفتها وادي هنا انسرت وهتكتب في الالترناتيف تكست ايمج اوف ا بالون. تمام، وتدوس اوكي وبعد كده هتروح عامل عليها رايت كليك بيكتشر بروبرتيز وابيرنس، هتخلي الويدث بالهاي بالبرسنت وتخليها 100 وهتمسح الهايت خالص عشان تاخد ذا ويدث اوف ذا سيل واسبكت ريشيو من تي. يبقى هتخلي الويدث 100% والهايت فاضي خالص. بص اهي اتكبرت اهو زي الفل، كل شويه ادوس على باتن سيف. طيب بي ايمج بانر نفسها فيلت ذا ويدث اوف ذا سيل، يبقى ادي هنا في بي تروح ماسح وادي من هنا بيكتشر وادي من هنا بانر وادي انسرت. ماشي، هنكتب هنا ايمج اوف ا بانر. تمام، وبعدين اعمل عليها رايت كليك بيكتشر بروبرتيز وابيرنس وتخلي الويدث ان بيرسنت وتخليه 100 ان بيرسنت والهايت تمسحه خالص. يبقى سبيسيفاي ويدث الوي سبيسيفاي سايز الويدث 100 ان بيرسنت والهايت فاضي. ماشي ودوس سيف. تمام، تعالى بقى نخش على الفيديو. في سيل ايه هتحط الفيديو؟ يبقى انا هعمل هايلايت على الايه، انا هعمل هايلايت على الايه. ماشي، واروح داخل في الكود ادي الايه اهي، قبلها بنقطه اروح دايس انتر انتر، بعدها بنقطه اروح دايس انتر انتر. طيب يا شباب تعالوا نكتب الكود، اول حاجه انجل براكت وبعدين فيديو، بعدها ويت equal 100 in percent، هو طالب كده. بعدها كمان بس كده بره بره الكوتيشن، بعدها كمان كنترولز، هو عاوز كده اوريك السؤال، هو قال لك الكنترولز. بعدها كمان اوتو بلاي. ماشي، واقفل عليها الانجل براكت. جاب لك سلاش فيديو، دوس انتر 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 لان ما بين الفيديو والسلاش فيديو. طيب انا ليه عملت كده؟ ادي هنا المساله اهو يا شباب، فيديو تاج، ما هو فيديو ديسبلاي ام هكتبها دلوقتي فيت ذا ويدث اوف ذا سيل يبقى ويدث ايكوال 100. ذيس فيديو ماست شو ذا كنترولز، رحت كاتب كنترولز اند بلاي اوتوماتيكلي، كتبت اوتو بلاي خلاص. طيب دلوقتي فاضل ايه بقى؟ فاضل ايه؟ السطر اللي تحتها، في السطر اللي تحت ما هي ادي انجل براكت، هنا في السطر اللي تحتها ادي انجل براكت. ماشي، اكتب سورس اس او يو ار سي اي وبعدين مسافه اس ار سي، ما اس ار سي يعني سورس برضه، ايكوال اسم الصوره، اسم الفيديو، الفيديو اسمه ايه بقى؟ ام 24 فيديو دوت ام بي 4، اكتبه بدون اي خطا، دي ام 24 فيديو
دوت ام بي 4. تمام، حلو قوي. وبعدين كمان براها بره الدبل كوتيشن تكتب تايب ايكوال، تايب ايكوال فيديو سلاش ام بي 4، وتقفل الانجل براكت. لا براها، ادي هنا تقفل الانجل براكت. بص عمل لك ايه؟ اند اوف سورس. لا دي ملهاش لازم، دي ملهاش لازم. طيب فاضل ايه بقى؟ السطر ده تقول ذا براوزر كان نوت ديسبلاي ذس فيديو تايب، ونروح خالص وفول ستوب. حلو قوي، دوس كده سيف. ماشي، لو جبتها هنا ماشي كتب لك ذا براوزر كان نوت ديسبلاي، ادي هنا ديسبلاي. تمام، دوس سيف، ادي بريفيو ان براوزر. ماشي ما اشتغلتش، يبقى انا اخطات في ايه؟ تعال نبص تاني. M24 SURC. بخطأ بس حرف هنا، حرف هنا بخطأه. تمام، حرف بس بخطأه، ادي هنا بريفيو ان براوزر. ايوه كنت كاتب فيديو فيها حرف خاطئ. تمام، وبعدين ادي هنا بلاي اهو بيشتغل. والله كانت المفروض تشتغل اوتوماتيكلي، اصل هو قايل لي اوتو بلاي، هو قايل لي اوتو بلاي، هو قايل ايه؟ هو قايل ان بلاي اوتوماتيكلي، قصادها على طول اوتو بلاي، اوتو بلاي. ماشي، انا كاتب وجايبها من الماركس، من الكتاب، من التكست بوك، هي كده خلاص. طيب انت اكتب اوتو بلاي، هو مش هيشوف، هو مش هيشوف اشتغلت اوتوماتيكلي ولا لا. ادي هنا في البراوزر، ماشي، وادي هنا بلاي، كانت المفروض اوتو بلاي كنترولز. طيب اديني كده نجحت الحمد لله، عملت الفيديو. تمام، طيب والخطوات دي كانت ب 10 درجات حلوين. يلا الحمد لله، ادينا اد ابروبريت alternative تكست تو بوث ستيل ايمجز. فاضل ايه بقى؟ ما انا حطيت كل حاجه وعملت لها alternative تكست. ماشي، دي معمول لها خلاص، انا عامل كل حاجه، دوس بس كل شويه على باتن سي. يلا تعال نخش بقى في الاجزاء السهله. ان سيل سي، ادي هنا يا ابني، ادي سيل سي، هتعمل فيها ايه بقى؟ تكتب this web page was created by then on a new line دوس انتر. ماشي، your name center number candidate number this page was created by، يبقى ادي هنا by سي this page was created by نقطتين. ماشي، this page was created by نقطتين وانتر، وادي هنا name EG007001. خلاص، this web page was created by then on a new line your name center number candidate number. set this text as style H2، اعمل هايلايت عليها كلها. ماشي، وخليها بدل هنا style none خليه style H2 heading 2. ماشي، حلوة قوي. على بقى يلا this in cell D، افتح لي الفايل M24 text.txt. ادي هنا، ادي هنا M24 text، اعمل عليه دبل كليك، هتلاقي فيه تكست احتمال عندك، يبقى التكست ايه؟ في سطر طويل كده، انا عامل عندي حاجه اسمها تكست رابيد. طيب والله عايز تجيب من هنا edit select all، ادي هنا edit select all، وبعدين ادي من هنا edit copy، وانت عارف كنترول سي كنترول في، بس انا ما بحبش اقولها لحسن يلخبط اي طالب. وهتيجي في سيل دي، ادي هنا هوت في دي، وتروح عامل ايه؟ بيست. لو في سطر زياده امسح، لو في سطر زياده امسح. تمام، set this text as paragraph، set the text memorable and inspiring as H1.
طب بص يا ابني، اعمل لي هايلايت على ميموربل اند انسبايرنج، خليها هيدنج 1، واعمل هايلايت على دي وخليها بي. ماشي، يبقى ده هي هتعمل هايلايت على دي لوحدها وتخليها ايه اتش 1، وهايلايت على دي، ولو في ما بينهم سطر زيادة امسح خلاص، وكل شوية يبقى ده بي وده اتش 1. حلو قوي. تعالى بقى شغل ستايل شيت، تعالى بقى نخش على الستايل شيت. وعليه كام؟ الستايل شيت عليه 15 درجة، والستايل شيت سهل جميل، بس هو برضو حوار ان انت هتفتح الستايل شيت من الفولدر القديم وتعدل فيه وتعمله سيف از في الفولدر الجديد. انا خايف الطلبة ترتبك في الموضوع. تعالوا نعمل السيف از الاول. اوبن ذا ستايل شيت. خلي بالكوا ان انت ما اخدتش الستايل شيت ده كوبي وبيست، انت ما اخدتهوش كوبي وبيست. ماشي، طيب تعال روح لي بقى يا ابني. شايف ان الفايل مانجمنت هنا يعني ايه مزعج شويه. ادي الفولدر الاصلي، وادي هنا M24 اس بي اس ستايل. ادي هنا شير بوينت ديزاينر، ادي هنا شير بوينت ديزاينر. دوس على البطن ده اوبن، ارجع على الديسك توب، خش على 24 مارش وافتح الستايل ده. يا خوف الطلبه تتوه، اوبن وخلاص، يبقى اطلع على الديسك توب. ماشي، 24 مارش. ماشي، وادي الستايل 24 مارش، وادي الستايل. كاتب لك ايه؟ في بودي باك جراوند داش كولر هاش سي. ماشي ماشي، باك جراوند كولر حلو. طيب بقول لك ايه، ان شاء الله هنعمل دول، هنعمل دول، بس نعمل الاول سيف از ان يور مارش 24 قبل ما نتوه من بعض. هات لي من هنا، انت فتحته من القديم، هات لي من هنا فايل سيف از، وتروح طالع تاني على الديسك توب، محود على مارش 24 اللي هو في الشغل بتاعك. لا الاسلوب ده وحش، لو عليا انا مش عايز الطالب يمشي كده، بس مش بمزاج. سميه M24 STBS underscore، ادي هنا M24 STBS underscore PG007 underscore 0001. يلا يا شباب اهو، وادي سيف. يبقى انا فتحته من مكان وعملت له سيف اس في مكان تاني، ربنا يستر. خلاص يا شباب، خلتوا موضوع السيف اس ده فتحناه من فولدر وعملناه سيف اس في فولدر تاني. طيب ما يهمش، تعالى بقى نخش نعمل ايه الستايل ابو 16 درجة وتخلص المسألة، والحمد لله ما فيش فيها حاجات يعني مستحيلة. Add CS to this CSS to this style sheet. ماشي، ما هو ما قالكش ان في mistakes، يعني body دي معمولة صح وخليها، لا هحذفها ولا اي حاجة. طيب بيقول لك your name, center number, candidate number are set as a comment at the start of the style sheet. بص يا ابني، دوس انتر كده وبعدين سلاش استريك وسبيس، ادي هنا نيم اي جي 007 0001 وبعدين استريكس سلاش. يلا يا شباب، يبقى الكومنت بيبدا بسلاش نجمه، اكتب اللي انت عايزه وبعدين نجمه سلاش. ماشي خلاص، يبقى انا كتبت الكومنت. ماشي حلو قوي، وهو مديني فيها بادي باك جراوند كولر. ماشي كتر خيره، كتر خيره، شغاله ما فيهاش مستيك. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز التيبل، تيبل از سنترد الايند وذين ذا براوزر ويندو. تيبل از سنتر الايند، وفاكر بقى التيبل دي بتعملها ازاي؟ عشان التيبل يبقى سنتر الايند بتخلي الرايت مارجن اوتو والليفت مارجن اوتو، صح؟ ماشي؟ طيب يبقى هنروح عاملين ايه؟ هتقولي من هنا نيو ستايل، هنمسح ونمسح الدوت ونكتب تيبل. تمام،
وخش في بوكس. لما التيبل يبقى سنتر بخلي الرايت مارجن اوتو والليفت مارجن اوتو، الغي لي هنا سيم فور اول وادي الرايت مارجن اوتو وادي هنا الليفت مارجن اوتو، الرايت مارجن اوتو والليفت مارجن اوتو. استنى بس تعالى نشوف كمان ايه. All table elements have a space between the border set to 10 px. موجودة موجودة، خش لي في تيبل وادي بوردر داش سبيسنج وخليها 10 بي اكس، يبقى ايه ماشي هنا اهو 10 بي اكس ماشي، ودوس اوكي اهو. يبقى تيبل مارجن داش رايت اوتو، مارجن داش ليفت اوتو، بوردر داش سبيسنج 10 بي اكس، ممتازين. بص بقى يا شباب، لما يقول لك اول تيبل سيلز يعني بيتكلم على تي دي، all table cells بيتكلم على ستايل اسمه تي دي، have padding set to 20 ولا يهمك. ادي من هنا نيو ستايل، امسح وامسح الدوت واكتب تي دي واخش في بوكس وادي هنا padding اكتب فيها 20 اهي 20 بي اكس، ادي هنا padding 20 بي اكس ودوس اوكي okay. يبقى ادي تي دي بادنج نقطتين 20 بي اكس ماشي. خش بقى على اتش 1 كوما اتش 2، الحاجات دي سهله، ستايل اتش 1 اند اتش 2 اعرف بقى. يبقى من هنا نيو ستايل، امسح وامسح الدوت اتش 1 كوما اتش 2، الحته دي بقى جميله. الفونت الاولاني كوبر بلاك، يبقى هنا في الفونت ادي كوبر بلاك وبعدين كوما وبعدين امباكت اف كوبر بلاك از نوت افيلبل، طب ما هو كوما امباكت، ادي من هنا امباكت ماشي وبعدين كوما وبعدين صرف وبعدين ادي من هنا صرف. ما تدوش اوكي، استنى ما تدوش اوكي ليه؟ ما انا بيقول لك اتش 1 ان اتش 2 سنتر واتش 1 ان اتش 2، يبقى انت خلاص اتش 1 ما هو لازم يبقى افيشنت، ما تعملش كذا مره اتش 1 ان اتش 2. يلا يا خش يا شباب، خشوا على سنتر الاين، خش هنا على بلوك، خش على بلوك تكست داش الاين خليها سنتر، يبقى دي كمان اتش 1 ان اتش 2 سنتر عملتها. اتش 1 ان اتش 2 تيك فونت كلر، ارجع لي تاني على فونت ماشي. هيكسا ديسيمال بلو 99، نو ريد نو جرين، ده انا حافظ الترتيب، الاول الريد وبعدين الجرين وبعدين البلو. بعمل ايه؟ هات لي من هنا كلر مور كلر وخليه اسود، كتب لك 00000 00000، خلي لي الاثنين الاخرانيين دولت 99، خلي لي الاثنين الاخرانيين دولت 99 ماشي وتدوس اوكي وتدوس اوكي. يبقى اتش 1 كوما اتش 2 فونت فاميلي عامل لك كوتيشن، كوبر بلاك عمل لك عليها كوتيشن كتر خير، وامباكت خلاص، وسنتر وهاش 00000099. يا عم دوس كل شويه على سيف، ده انا خايف على شغلي. اللي جاي بقى سهل، ده خلاص كده احنا ايه ال 16 درجه وهناخدها السكرين شوت. اهم حاجه اتش 1 از 18 بوينتس هاي، ادي من هنا نيو ستايل، امسح وامسح الدوت، ادي اتش 1 وهتخليها هنا في الفونت سايز 18 بدل ما هي بي اكس هتخليها بي تي. يلا يبقى اتش 1 از 18 بوينتس هاي وادي اوكي ماشي. وبعدين اتش 2 يبقى ادي كمان مره نيو ستايل، امسح وامسح الدوت، ادي اتش 2 ماشي وهخليها ادي من هنا 14 واخليها بي تي ماشي، وادي من هنا اوكي. يبقى ادي اتش 1 وادي اتش 2 وادي سيف، انا كده تمام. انا بقى بصراحه كده عاوز 16 ده. ميك شور يور ستايل شيت داز نوت كونتين اتش تي ام، مفيش
سكريبتنج لانجويج مفيش، افيشنت از بوسيبل ما اتش 1 كوما اتش 2 معمولين الاثنين مع بعض. سيف ذس از، انا عملت من بدري سيف از وانا لسه مستني في الفولدر الجديد. تيك ا سكرين شوت يلا and place this in your evidence document. Make sure the file name and all comments contents are clearly visible. ادي هنا يا شباب، ادي سنيبنج تول ونيو. طور لي على القد بالظبط اللي هي المربع ده. ليه؟ عشان التكست يبقى big and clear. باين الفايل نيم ماشي وكل الكونتنت big and clear، وتحطه بقى فين؟ ايوه هنا تحت الصورة. ولا محتاج بقى evidence 1 ولا evidence 2. ولا محتاج ايفيدنس 1 ولا ايفيدنس 2 ماشي. طيب اتاتش ذس ستايل شيت تو يور ويب بيج. فاكر بقى، فاكر بقى ان انت اساسا عندك ويب بيج هنا. ايوه الويب بيج، ارجع لي بقى على الويب بيج الاصليه، والباتن ده اسمه اتاتش ستايل شيت وبراوز. لا لا اوعى تشتغل على 24 مارك، انا خايف على الطلبه. روح على الديسك توب وروح على مارش 24 وادي ده الستايل شيت ده اللي انت اشتغلت فيه، اللي فيه السنتر نمبر والكانديديت نمبر بتاع اوبن واوكي. شايف بقى؟ لا كده اشتغل 10 على 10. وهنا بقى كان نوت ديسبلاي، لا ده في البراوزر هتبان كده 10 على 10. والستايلز دوس كده يا اخي على سيف وادي بريفيو ان براوزر. قفل لي بقى خلاص كده 10 على 10 الويب سايت 10 على 10 خلاص. مطلوب ايه بقى؟ بس ادي 16 درجه. سيف يور ويب بيج. عملت سيف يور ويب بيج يبقى ادي هنا سيف ماشي. تيك ا كوبي اوف يور اتش تي ام ال سورس اند بليس ذس ان يور ايفيدنس دوكيومنت. ادي هنا سورس، ادي هنا السورس، روح واخد من هنا ايديت سيلكت اول وبعدين ايديت كوبي وبعدين هنا هتروح عامل انتر وعامل له بيست وتعمل سيف تمام. وبعدين display your web page in your browser ماشي. يبقى نرجع من هنا وادي سيف وبريفيو ان براوزر ماشي، شغالة جميلة أهو، وأدي الفيديو شغال تمام حلو جدا. طيب بيقول لك display if necessary resize it. لا 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 مش هينفع الريسايز لأنها بالبرسنتج. The entire page can be seen، أخدها على كذا سكرين شوت. All text can be easily read، ما هي كبيرة. Address bar is fully visible. طيب يبقى أنا هاخد سكرين شوت كده، أدي سنيبنج تول ونيو، روح مسجل مصور دهيت ماشي واحطها في الايفيدنس تمام. وبعدين اروح جاي الجزء التحتاني اروح مصوره واحطه في الايفيدنس، حتى لو في حاجه متكرره مش مشكله خالص تمام. طيب وبعدين print your evidence. اه ما هو كده الايفيدنس خلصت كده 42 درجه، يتبقى جزء صغير للايه؟ للاكسل. print your evidence طبعا في الفاينل لازم save your evidence. print your evidence اللي بقى المسألة في الوورد، ادي هنا save وادي من هنا print، اطلع على ورق علشان الفاينل، ويا رب تكون المسألة دي كده سهلة. شكرا جزيلا.